أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الذي يأتيكم مباشرة من قناة التناصح. قتل عنصر من ميليشيات حفتر وأصيب آخر خلال المواجهات مع مقاتلي مجلس الشورى الثواري بنغازي في محور الفندق البلدي وسط المدينة، وذلك بحسب رياض الشابي مسؤول مكتب الإعلام بالميليشيات الصاعقة. وأكد الشابي لوكالة الأنباء الليبية بالبيضاء استمرار الاشتباكات المتقطعة مع عناصر شورى بنغازي في محور سيدي خريبيش وسط المدينة، مشيرا إلى سقوط 4 قتلى من مقاتلي الشورى في المحور ذاته. ونوه مسؤول الإعلام بميليشيات الصاعقة إلى أنه فور الانتهاء من تحرير المنطقة سيتم إعلان انتهاء العمليات العسكرية بمدينة بنغازي وفق زعمه. أعلن الناطق باسم ميليشيات الصاعقة التابعة لما يعرف بعملية الكرامة ميلود الزوية الأربعاء رفض ميليشياتهم مذكرة القبض على آمر المحاور محمود الورفلي. وندد الزوي في تصريح صحفي بحكم المحكمة الجنائية الدولية بحق الورفلي، مؤكدا أن الصاعقة لن تسلم الورفلي لأي جهة كانت. وأشار الزوي إلى أن ميليشياتهم ستواصل القتال حتى تحرير ليبيا من الفئة الباغية بحسب تعبيره. أجلت الدائرة الجنائية الثانية بمحكمة استئناف طرابلس الثلاثاء جلسة محاكمة المتهم السعدي القذافي في قضية المجني عليه بشير الريان إلى شهر سبتمبر القادم. وبعد التداول وسماع شهادة الشهود جاء تأجيل محاكمة السعدي بناء على طلب دفاع المجني عليه للاطلاع على التقرير المقدم من مدير نيابة المدينة سابقا. أبدى دفاع المتهم خلال هذه الجلسة العلنية استعداده للمرافعة، لأن قاضي المحكمة جلى دعوته للمرافعة إلى الجلسة القادمة. أصدرت محكمة استئناف البيضاء الأربعاء حكما بشأن وقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور حول إحالة مسودة المشروع إلى مجلس النواب المنحل لاعتمادها وإحالتها للاستفتاء. وقال عضو الهيئة التأسيسية عبد الحميد جبريل إن محكمة استئناف البيضاء قبلت الطعن في جلسة الهيئة الخاصة بقرار المسودة، مضيفا بأن الحكم جاء في الشق المستعجل بوقف قرار إحالة المسودة إلى مجلس النواب. يشار إلى أن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور كانت قد أحالت المسودة المعتمدة من قبلها إلى مجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات رسميا، ودعت كل الجهات لتمكين الشعب الليبي من الاستفتاء على المسودة. أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن ساعات طرح الأحمال ليوم الأربعاء تتراوح في حدود 10 ساعات، داعية المواطنين إلى التوفير في استهلاك الطاقة. وكشفت الشركة في إجازها اليومي أن التوليد المتاح ليوم الأربعاء يقدر ب 4600، وأن الحمل المتوقع على الشبكة هو 6550 ميجاوات، بأجز يقدر ب 1950 ميجاوات. بهذا الخبر مشاهدينا انتهى الموجز، شكرا على حسن المتابعة. بعد قليل برنامج الإسلامي والحياة، متابعة طيبة، إلى اللقاء.